سياتي محافظ شرطة حاليا، كنت لاجئ سياسي ورجعت توا معناها العمل بعد ما صار الحدث المعروف معناها عند التوانسة، حدث 14 جانفي. اشتغلت في سلك الأمن مدة من سنة 91 تاريخ انتدابي حتى سنة 1998 تاريخ معناها إرغامي على تقديم الاستقالة. وقتها غادرت بعدها تونس وطلبت اللجوء السياسي. أسباب معناها هي رفض أن جهاز الأمن ذاك يصبح معناها عبارة على ميليشيا يفقد استقلاليته. الاعتداءات يعني في حقيقة الأمر هي عديدة ومعناها يعني لا يمكن إحصائها. يعني الاعتداءات عليهم بالعنف، اللي اعتدى عليه بالعنف هو رئيس فرقة المرور في باجة. اعتدى عليه ذا رئيس فرقة المرور في باجة، وشيء معناها يعني اللي يبعث إلى الاستغراب والدهشة أنه وقت اللي يضرب فيه شدوه ثلاثة بوليسية من اللي يخدموا معه وخرجوه وقالوا له السيد هذا يحكيه البرة لأنه يعني كنت مغمي عليه وطايح. قالوا له السيد هذا رو زميل وبش يرجعوه الخدمة. قالوا له رو محافظ كان يخدم الأمن وبش يرجعوه، سمعنا بش يرجعوه الخدمة. قال له في بالي ورجع وعاود اعتدى عليه من عنف. في نهار 31 ديسمبر 2010 وقتها يعني ساءت معني حالتي صحية ونفسية ومشيت لوزارة الداخلية قلت لهم إذا كان ما تعطونيش جواز السفر متاعي راني باش نحرق روحي في الوزارة في المقر هنا. يعني أبو عزيزي حرق روحه في سيدي بوزيد وأنا راني باش نحرق روحي في الوزارة لكن ما ترجعوليش معناها الجواز متاعي لأني أنتم نحيتولي خدمتي، نحيتولي رزقي، نحيتولي معناها مورد رزقي، نحيتولي خرجت من البلاد في المنفى حاولت اغتيالي. المآل متاعي كان يعني كان يكون الموت، ولكن يعني ما امتثلتش معناها اللي ما خديتش حتى قضية سياسية وما وقفتش طيلة فترة العمل متاعي حتى إنسان من أجل أفكاره السياسية. والشيء ذا كان بالنسبة لي هو يعتبر تمرد. وقعت واقعة وأنا كنت مع صديق لي معناها في باب بحر. هذا الصديق يعني هو يشتغل مهندس من الإذاعة والتلفزة التونسية، وكان يوم سبت يعني يوم سبت يعني معناها نهاية الأسبوع كنا نحوسوا كالعادة يعني في الجولة في الـ في الـ في الشارع المديبة، وكانت ثم معناها حملة أمنية فهزونا في الكرمان. وهي أنا وقتها كنت متفقد وهو معناها مصور يعني كرمان الإذاعة والتلفزة. فيعني ضربونا ضرب معناها يعني بعد ما هبطونا من الكهرباء دخلونا ديركت المركز معناها، فضربوا هو بكف وضربوني انا بكف معناها كف هذاك يعني وانا موظف وقتها. يعني حسيت يعني كرامتي تمست يعني فاغتظت للمشهد هذاك وصفت للعون قلت له يعني علاش يعني. فنهرني قال لي عجبك ولا ما عجبكش. فشكيت به رئيس المركز، رئيس المركز معناها قال لي كان عجبك. فيعني اغتظت لذلك كان يعني قررت يعني كلمت قلت له يعني انظر لهذا الوجه معناه يعني تأكد مني معناه يعني باش تعرفني نهار اخر معناه. فاستقلت من سلك متفقدي الشغل وشاركت في انتداب محافظي الشرطة ونجحت سنة 1998 بالتحديد. وقتها كان حبيب عاشور يعني جاء من قرخنة يحوس في تونس عنده يقول لي قضاء بعض شؤون. ف استغرب لي اني قال لي كيفاش ولدت تخدم في الامن. حكيت له قلت له راني نحب ندخل باش نبدل معناها يعني الصوره هذه ونجعله من الامن امن مستقل، امن محايد، امن معناها يعني يخدم يعني سلامه المواطن وسلامه معناها التراب وسلامه يعني الممتلكات والاعراض نتاع الناس. قال لي ولدي انت تحلم معناها ما تنجمش تبدل معناها يعني. قلت له لا نجم نبدله. الله يرحمه قال لي راك ولدي راك يحرقوك الناموسة. بعد رجوعي من ألمانيا قررت وقتها بعد غيابي مدة 7 سنوات تقريبا أو 6 سنوات ونصف ووالدتي معناها مريضة برشا، فقررت معناها يعني العودة.
وليحدث ما يحدث. مشيت لأمن الدولة، هزوني لأمن الدولة. في أمن الدولة معناها في بعض الحال قلت لهم راهو بدني أنا وعرضي أنا، راهو أي إنسان باش يمسني في بدني وفي عرضي راهو تحمس وليده، إذا كان هو ما يخلصش راهو ولاد ولاده تخلص. وكذلك نحيتكم على قبل ما تبداو تبحثوني وتعذبوني ولا تمسوني، راهو أنا شاكي معناها بأشخاص معينين قبل ما نجي، ماهوش بالحكومة ولا بالنظام ولا باللغة هذيك نتاع المبهمة. أنا شاكي برئيس الدولة وبالسرياتي وبالمديرين العامين. الشهادة نتاعي اللي قلت بها يعني اللي هي في حدود 30 ل 40 صفحة يعني ذاكر فيها الشيء اللي تحطوا فيه الناس يعني تويك حاليا في وقت الثورة. أنا وقت عام 2000 شرط معناها قلت راهو أجهزة الأمن أصبحت مغتصبة، هناك ميليشيا، هناك معناها يعني عائلة طرابلسية اللي معناها عاثوا في الأرض فساد، هناك رئيس الدولة معناها والحاشية نتاعو معناها ما عادش معناها يعني معتني بالدولة بقدر ما معتني معناها بمصالحه الخاصة، وقع اغتصاب معناها ثروات البلاد، وقع معناها تهميش يعني الأجهزة معناها يعني مختلف معناها يعني والإدارة كذلك. معناها سألوني على مختار اليحيوي لأنه معناها قالها فبشكون معناها يعني وقت مختار اليحيوي في المستقلة آنذاك معناها بحثون عليه قالوا شبيه يحكي عليك معناها اللي أنت معناها متمرد معناها في جهاز الأمن، والأمن معناها ماش يعجبه العمل في الظروف هذيك. وبحثوني على سليم بقى اللي هو صحافي معناها يعني كشف معناها يعني ظلم بن علي معناها وأسرار النظام معناها البائد. روحت الباجة بعد 3 أو 4 أيام قررت باش نهبط نشوف صحابي معناها يعني في تونس باعتبار وصل طليق معناها حسيت روحي معناها حر معناها. وبعد معناها سنوات كثيرة حبت نهبط العاصمة باش نشوف معناها أصحابي وأصدقائي وزملائي. فيعني وقت اللي خرجت أنا عملت مكالمة هاتفية معناها يعني لأحد الأصدقاء معناها في تونس قلت له راني باش نجي معناها بالهاتف. فمباشرة بخروجي من البيت شفت لواج معناها، فغريب الأمر قال لي لواج هذا هابط تونس. أنا وقتها الدنيا سخانة معناها في حدود 45 درجة وقتها كذا 40 درجة معناها يعني قلت له إيه هابط تونس. شفت لواج قلت بدي مش يمشي أنا المحطة متاع لواج بعيدة قلت خلنا ناخذ فطلعت معها فشفت السيارة تهز 9 مقاعد وهو الوحيد وأنا الوحيد معناها في فاستغربت يعني خذا اتجاه تونس. قلت له انا مش بيك ماشي في بالي مش نمشي للمحطه فما حبش يجاوبني وبسرعه فائقه اتجه نحو تونس طريق بدا لتونس. في الاثناء بعد جوز كيلومترات معناها يعني طلع واحد اخر فالذاكره نتاعي رجعت يعني للوراء وذكرته اللي هو معناها كان عون امن شفته في تقريبا سنه 92 في ولا 91 لما كنت تدرب هنا في مدرسه سلام وذكرته معناها السيد هذاك ذكرته بالضبط. فطلع ورايا ثم بعد يعني حوالي زوز كيلومترات اخرين يطلعوا زوز ناس كما المدبيه لابسين معناها يعني كل واحده نتاعنا الجبه هذيك العربي والكبوس مباشره ولو يتلو في القران يتلو في القران واحد. وبعد نحس السيد سكتوا من تلاوه القران والسيد ورايا قال لي سي علي جيت من المانيا لاباس عليك شنو تو امورك باهيه جبت معك زوجتك الألمانية شنو عملت فلوس في ألمانيا عملت الجنسية الألمانية شنو اش تحس توا. قلت له أنا لاباس. فمباشرة نحس معناها يعني معناها آلة معناها حادة اللي هي اللي تلفت أنا على غرادها شفت اللي هي مسدس. فأنا جيت لفت وهو شدني من كرايمي معناها ودورني فهمتي ولا لا وقال لي أركح بدأ يسأل فيا معناها يسأل فيها على ألمانيا وعلى كذا وشوية نوع من السخرية شنو توا تحس في روحك خير شنو عملت معناها تحس في روحك توا زعما يعني منعت من كل شيء. فعرفت اللي كونه هو معناها يعني المسألة معناها دبرت لي كمين تبتموا يتكلموا بألغاز ولا هو يقرأ معاهم في القرآن ويقولوا البطيخة طابتش الآخر يقولوا طابت الآخر يقولوا ما طابتش يقولوا الآخر ما عندناش موس باش نبرجوها الآخر يقولوا تنكسرها على حجر. فغريب معناها تمتمات ويرجع يقرا في القران ونحس السيد معناها ورايا معناها يعني شادني بالكباع من هنا من كتافي معناها ويديه تترعد معناها يعني في بالمسدس معناها يعني. فبصراحه يعني لحظات معناها يعني كنت نعيشها وقتها رعب معناها اول مره في حياتي نعيشها هذيك. وفجاه يعني وقت وصلنا الى منطقه جديدي يعني كانت ثم جنازه متعديه وما نعرفش جنازه حربه معناها نتاع ناس جديده ولا جديده؟ جديدي جديدي
فين اللي سمعت؟ سيد أحمد جديد هذه على مقربة 15-16 كيلومتر من باجة في اتجاه بجاز الباب، قرية يعني على شفة الطريق. يعني كانت فما حربة من الناس معناها بتشق في الطريق معناها ف يعني اللواج معناها نقصت في السرعة، كي نقصت في السرعة والواحد كوليسون معناها الباب كوليسون حليته وأنا مسيته كيما كيف تحلوا كي تحل أنا طيشت روحي معناها يعني طيشت روحي على الطريق معناها يعني شوف كيفاش يعني وقتها طيشت روحي فحطت لي أغرار معناها وجاوا جماعة هذولا معناها يعني نقضوني فما ناس غاديك جاوا نقضوني فهمتني فخرج العون الامن هذاك اللي ذكرته وانا خرج في جرتي جا مشي رجعني ولكن وقت اللي جاوا جماعه وشدوني وبداوا يسالوا فيا هو رجع ومباشره معناها بسرعه معناها كملوا طريقه معناها لتونس ولا في اتجاه تونس. كلمه ختاميه احنا نستغربوا الصدق بعد ما ربي سبحانه معناها يعني نحى علينا معناها الظلم ورانا نور أنه تستمر معناها نفس الوضعية كما هي عليه بالرغم اللي تبدلت معناها يعني بن علي مش موجود والتجمع مش موجود ولكن الظلم هو نفسه.